الهدف هو الاحتفاء الرمزي هذه السنة، ونتمنوا أنه تحسن الظروف الوبائية مستقبلا وتكون ظروف أجمل لنعود إلى الاحتفالات الفنية والأدبية والجماهيرية والشعبية كما كانت كتحتفي دائما إطار الأمازيغية منذ سنوات. مطلب الترسيم للسنة الأمازيغية هو مطلب مستمر كنعبروا عليه وكنطلبوا به منذ سنوات، وقبل بضعة أيام مجموعة من الإطارات الأمازيغية على المستوى الوطني صدرت بيان اللي كتعاود تجدد فيه المطلب ديالها ديال الترسيم، كتستحضر السياق الدستوري الجديد منذ 2011 والسياق ديال الخطاب السياسي والإقرار بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي الوطني وبالأمازيغية منذ 2001. إذا إلا استحضرنا أيضا صدور القانون التنظيمي ديال فئة الطبعة الرسمية الأمازيغية، فحل وقت لتحظى الأمازيغية بدورها بحضور في اليومية الوطنية من خلال الاحتفاء بيوم ثقافي وتنموي بشكل رسمي اللي غيعزز الحضور ديال التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الوطني والإنصاف ديال مختلف الرموز الثقافية والحضارية المغربية وتحقيق ما نسميه بالتوزيع العادل للرموز.